تعالوا بقى نيجي على الوصفتين التانيين. الوصفتين التانيين حلوين قوي قوي من الفاكهة اللي طلعت فيه فاكهة الموسم في الصيف. عندي أول فاكهة هنا، أول فاكهة هما الاتنين فاكهة واحدة. عندي أول وصفة هنا هتكون هعمل خوخ مشوي بالزبادي، حاجة كده خطيرة. الزبادي للناس اللي عايزة تخس، اما اسمعوا مني انا بقى للناس اللي بتحب الاكل قوي، حطوا على الخوخ المشوي ده ايس كريم رهيب رهيب رهيب، ايس كريم فانيليا، ايس كريم شوكولاته، ايس كريم مانجا، فظيع. طيب هعمل ايه؟ خوخ متقطع عندي انصاص، هرش عليه شويه سكر بني واحط عليه رشه قرفه، مكعبين زبده، وبعدين هدخلهم الفرن. هدخلهم الفرن وبعدين يخرجوا معايا بقى ايه؟ زبادي وعسل ابيض، اقلبهم معاه واحط فيه الكاسات بتاعتي او الكوبايات، وبعدين احط عليه بقى شويه نعناع فريش كده يزينوا لي الكاس او عود قرفه. حلو ولذيذ جدا جدا وصحي جدا جدا، ممكن نعمله للولاد هيستفادوا منه قوي وهنرطب على قلبهم، بجد هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اسهل حاجه عندي، انا بجيب كيس حراري، هو كبير شويه وبعدين هروح حط عندي الخوخ اهو، بس انا ممكن اقطع الخوخ كمان شويه اهو. طبعا الخوخ دلوقتي بدا يظهر زيه زي البطيخ، زيه زي ايه حاجات كتير موجودة. الفاكهة بجد اليومين دول حلوة قوي، الجوافة حلوة جدا كمان، جوافة حلوة قوي اليومين دول. فهاتوا بقى فاكهة واشتغلوا أفكار بيها، سبحان الله كل فاكهة بتطلع في الموسم بتاعها ليها فايدة. هقطعه وارش عليه بقى رشة ايه؟ السكر البني. ليه سكر بني؟ عشان يكرملهولي بسرعة. لو مفيش سكر بني عادي جدا هتجيب السكر الابيض ويتقلبيه على حبه عسل اسود قليلين جدا جدا، هيديكي على طول سكر بني. طب مفيش ولا ده ولا ده، فيش سكر ابيض، هينفع سكر ابيض طبعا عادي جدا اهو. حبه صغيرين قوي 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 من السكر البني، ما حطيتش معلقه، ما حطيتش معلقه صدقوني، حطيت حاجه بسيطه جدا. وبعدين اهي بصوا البتاع بحيل، رشة قرفة برضو بسيطة قوي، وكمان نحط مكعبين ثلاثة زبدة اهو خلاص. وهعمل كده اهو، وتعالوا بقى ندخله فين؟ الفرن. عندي هنا الصينية اهي بتاعتي، وطبعا اهو هقفله انفخه كده علشان يحمرهولي بسرعه، واديله بس كده حته بس كده. تعالوا بقى ندخله ايه؟ الفرن. يلا بينا، هينزل بقى الصوص بتاعه كمان دلوقتي. يا عم حسين مساء الفل، ازيك يا راجل يا طيب، عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ وايه الاكلات الخطيره النهارده دي؟ اي خدمه يا عم حسين، اي مهم تكون بتنفذ الله يبارك لك والله حضرتك، ربنا يخليك. تسلم تسلم ايدك وتسلم وعافيتك وتسلم يعني كل قصه البرنامج مع حضرتك والله، بتمتعونا باكلات جميله وحلقات ممتعه والله كل يوم. والله احنا بنبقى مبسوطين ان احنا معاكم كل يوم يا عم حسين، ربنا يخليك. الله يخليك، ربنا يديك الصحه، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك، كل يوم احلى اكله واحلى تيفه والله. ربنا يخليك يا عم، يرفع معنوياتنا كده على طول، ربنا يخليك. الله كل خير يا شيف والله، ربنا يخليك يا عم حسين. ربنا، انا مديه بنحبك والله يا شيف، من القلب للقلب، ربنا يخليكوا ليا. شكرا ليك يا عم حسين، دايما سامع صوتك بكل خير ان شاء الله يا شيف، حلقه موفقه كالعاده من حلقاتك، ربنا يخليك فيك والله، مع الف سلامه. الخوخ عندي هديله بس ايه؟ بصوا شامين سامعين، عايزه اديله بس كده ايه؟ سنه شوي، يبقى شكلا حتى
الله، ويطلع سكر الفينة، ما حطيتش سكر، هو فيه سكر فايه هيديني اللون الكرملة. لو كان حلو، لو كنت بعمله الحلو كنت احط له سكر وزبدة، لكن انا عايزة اعمل حاجة ايه صحية لذيذة اهو. طيب تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نعمل الدريسنج بتاعنا ونشوف كمان الحلو بتاعنا هيطلع شكله ايه، هيعجبكم قوي قوي، استنونا. بصوا بقى طلعتش فيها. بصوا بتديها لون ازاي اهو، شايفين؟ اهو بصوا بتديها لون ازاي، حلو قوي قوي. طيب تعالوا بقى نعمل دريسنج بتاعنا زي ما قلنا، مستردة. يلا ننزل دي المعلقة. الدريسنج ده يا جماعة هو أساس السلطة، صدقوني بياخد السلطات وبيحلي طعمها جدا، بيمزجها قوي 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 اهو. وهي احط بقى الخوخ بتاعنا، طبعا رشة ملح وفلفل اسود، طبق تحسي سلطة مرطبة. حطيت كمان يا جماعة كرنب. تعالوا بقى نطلع بقى الخوخ عندنا، نحطه هنا. طبعا الخوخ بيطرى من الحركة دي، طبعا بياخد ايه بصوا لون الشوي كده بسيط. وطبعا انا ما حطيتلوش اي حاجة، السكر اللي موجود فيه الخوخ هو اللي بيكرمل. تمام كده، واخده لون ازاي، حلو قوي. واروح بقى مقلبه كده كله، واروح بقى منزله على ايه السلطه بتاعتي كده. طبعا السلطات دي بتحب ينزل لها الدريسنج بتاعها او تتبل وقتي، الحاجات اللي فيها ميكس انا شايفه ان هي تتبل وقتي، انا ببقى عايزه استمتع بطعم الخضار والفاكهه اللي موجوده، تبلوها وقتي علشان ما تتبلش. يعني خلاص عملتوها سلفنوها بستريتش راب، وبعدين تخرج تروحوا ايه مدين لها الدريسنج بتاعها وتحطوها على السفره. يعني بالنسبه لي الطبق ده كفايه قوي قوي قوي، صدقوني عندي بالنسبه لي ان انا اكله ابقى مستمتعه بيه، كفايه عندي جدا. ده الرئيسي عندي، وده الايه الطبق التاني. نيجي بقى للطبق التالت، احنا عندنا هنا ايه الخوخ بتاعنا اللي دخل الفرن واتشوى، تعالوا بقى نشوفه ونطلعه. طبعا بيطرى اهو، نفتحه بقى ونجيب بولة عندي هنا اهو، طبق ماشي. فين الكاسات يا سعيد؟ يلا اهو، تعالوا كده نحط عندنا هنا الخوخ، بس ايه سخن كده اهو اتكرمل. وبصوا نزل بقى ايه صوص كده بتاعه وطري عندي، بصوا طري طري، ونزل صوص هنا رهيب، حلو قوي قوي. هاخده اروح حطاه في البوله، ما بياخدش ثواني. عندي هنا بقى ايه الزبادي، احطه فيه كاسات عايزين بقى تحطوا عسل ابيض، حطوا عايزين تستمتعوا بشويه السكر اللي موجودين وتقللوا العسل او السكريات، فمش هنحط. انا هنا احط ايه شويه عسل على ايه الزبادي اهو، وبعدين احط بقى فيه
الكاس بتاعي او في الطبق ممكن افتح كوبايه زبادي واخد منها التفاح ده واحط عليه على فكره بالطريقه دي، مش لازم حتى اسكره ولا احط له لا سكر ولا عسل، بس بما اننا احنا عاملينه للولاد او قصدين ان احنا نبسطهم فهيبقى بالنسبه لهم حلو قوي. اهو وناخد تاني. اظن وصفات سهله وكلها عملناها مع بعض مفيهاش اي حاجه. ادي اهو اخر واحد هعمله وهحط بقى عليه ايه، الله الخوخ. بصوا بقى الخوخ بقى نحطه بقى كده على الزبادي، سيبوه كمان شويه لحد ما ينزل صوص اكتر عشان انا مستعجله. لا سيبوه لحد ما يطرى معاكم قوي علشان ينزل كمان صوص اكتر. ريحه القرفه طبعا خطيره، اذا ما بتحبوش القرفه شيلوا القرفه من الخطوه دي. انا هنا رشيت يا جماعه سكر بني حاجه لا تذكر صدقوني. بصوا عندي البوله كلها ايه كامله مفيش اي حاجه، بس كده هيعجبكم قوي قوي قوي. انا بحب اصل الفاكهه المشويه قوي وبحط عليها ايس كريم، بالنسبه لي دي اختراع يعني ابسط الحلو الغير مكلف تماما، والنتيجه بتبقى حلوه قوي قوي، حاجه سهله وسريعه، ولما باكلها ما بحسش بتانيب ضمير عادي يعني هاكل وهشبع وهتبسط. تعالوا نحط الكاسات بتاعتنا اهي. تعالوا بقى نحط ايه فيه، نحط نعناع في اعواد قرفه يعني زي ما انتوا عايزين اهو، في هنا عود قرفه وهنا عود قرفه، وبعدين بقى ممكن نحط نعناع. عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم الرز بالفراخ حلو جدا، هيعجبكم جدا جدا وسهل وسريع ومنجز، وبصدرين بس عملنا الطبق ده كله. عملنا كمان سلطه الخضار بالفاكهه، استخدمت فيها خوخ واستخدمت فيها بنجر واستخدمت فيها كرنب فلفل الوان، والدريسنج بتاعها هو اللي كان الاساس. وعملت بقى الحلو الخطير اللي انتوا شايفينه ده اللي هتاكلوه وانتوا مرتاحين جدا جدا وضميركم مرتاح، هيعجبكم قوي، موز بالخوخ المشوي. وطبعا لو عايزين تبوظوا كل حاجه حطوا ايس كريم فظيع. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، مبسوطه كالعاده انا كنت معاكم، وبكره ان شاء الله تستنونا هنعمل بقى نرجع بقى لاسبوعنا، هنعمل سمك حلو جدا، وصفات اسماك حلوه جدا ان شاء الله ترضي جميع الاذواق. وان شاء الله تلاقونا من واحده لاثنين على قناه ناتين تي في والاعاده الساعه 5 صباحا. بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم على خير، باي باي.